بنهاية صباحنا لليوم رح نروح لنحكي عن مشكلة النطق عند الأطفال والكلام، واليوم نحن عم نحكي عن مشكلة مصدر الدماغ، ولكل حالة منا أسباب وطرق علاج، وما نعرف اليوم إذا الطرق الوقائية أو انتباه الأم لطفلة بعمر محدد قادر أنه يكون هو مرحلة للشفاء التام يا ليلى. ودائما نحن بنقول أنه مفروض الأم تنتبه بعمر سنتين ونص لطفلة إذا بلش تواصل أو لا. تماما يا رشا، اليوم لازم نحكي أكثر عن هذا الموضوع من حيث التعريف وأيضا أسباب اضطرابات النطق والكلام عند الأطفال، بالإضافة لأيمت الأهل لازم يكتشفوا هاي المشكلة عند الأطفال اضطرابات النطق، وأيمت لازم فعلا يلجؤوا للطبيب المختص. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة ميساء السرماني، اختصاصية اضطرابات النطق وإعاقات سمعية. سعد صباحك دكتورة. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا بحضرتك. دائما نحن منضوي على هدول المواضيع والمحاور كرمال يكون في ثقافة جدا كبيرة عند الأهالي ينتبهوا بالوقت المحدد لطفلهم. مبدئيا خلينا نروح للتعريف العلمي لمشكلة النطق والكلام. بداية نحن بدنا نفرق بين اضطرابات النطق، تعريف اضطرابات النطق وتعريف اضطرابات الكلام. فضل. تمام. اضطرابات النطق هو أخطاء بإصدار الأصوات اللغوية ضمن الكلمات أو الحديث بشكل صحيح. هون كمان ممكن يكون في عنا تأخر بالكلام، كمان هو بيكون عدم قدرة الطفل على التواصل مع المحيط أو النطق بشكل سليم إلا من خلال كلمات منفردة يعني. هون بيكون نحن عنا الأمر طبيعي من عمر السنتين لعمر 3 سنين. أما تعريف اضطرابات الكلام هي خلل بالحديث، بسلاسة الحديث، بسرعة الحديث، ممكن يكون الكلام غير مفهوم، ممكن يكون في تأتأة، ممكن يكون في تلعثم. وهون كمان نحن بهاي الإضاءة معكم بدنا ننوه على أنه نفرق بين التأتأة والتلعثم. كمان نحن هون بدنا نكون أنه في تفرقة بين اضطرابات الكلام واضطرابات النطق. فاضطرابات الكلام هي يجب التدخل فيها من عمر 3 سنين لعمر 6 سنين عادي، بس نحن اضطرابات النطق لازم التدخل فيها من عمر السنتين. مثل ما تفضلتي حضرتك بداية، نحن عندنا الطفل الطبيعي بعمر السنتين للسنتين ونص عنده مخزون لغوي ما يعادل 250 كلمة. اليوم أكيد في كثير من الأسباب والعوامل اللي بتؤدي لاضطرابات النطق والكلام، خلينا نحكي أكثر عنها ونوضحها. تمام. هلا بداية بما أنه عرفنا اضطرابات الكلام، خلينا نبلش بأسباب اضطرابات الكلام يلي هي نحن عنا 3 أسباب شائعة لاضطرابات الكلام. أولا سرعة زائدة بالكلام، يكون الكلام غير مفهوم أو يوجد فيه سرعة، أحيانا بيكون طبيعي بعمر السنتين لثلاث سنين بسبب تدفق الأفكار من الجهاز الكلامي وعدم قدرة الجهاز النطقي على الاستجابة. فينا نعطي أمثلة دكتورة يعني كرمال نوضح لكل حالة ولو مثال واحد؟ يعني السرعة الزائدة بالكلام أحيانا قلت لك إنه هي تدفق أفكار زائدة، أحيانا إحنا بنقول الطفل ذكي فبيكون في عنده تدفق أفكار زائدة، بيحكي مع بعض بسرعة، بفوتوا ببعض ما بتفهمي شو عم يحكي، بيصير بيحكي بسرعة، فنحن بنقول له طول بالك شوي شوي على مهلك احكي لتطلع مخرج الحرف صح، لتطلع الكلمة صح لحتى أنا أفهم عليك. هذا أول سبب. ثاني سبب في عندنا التأتأة، إنه هو تكرار الحرف قبل ما يبلش بالكلام أو التوقف أثناء الحديث. مثلا بده يقول طيارة بيقول تطط طيارة. نحن هون بدنا نفرق بين التأتأة والتلعثم، لأنه هو ثالث سبب عنا التلعثم. أما التلعثم هو إطالة الأول حرف أو مد أول حرف من الكلمة. فنحن دائما وقت بيجوني على العيادة إنه دكتورة ابننا بتأتأ ابننا بتلعثم، لا هو بدنا نفرق نحن بين التأتأة والتلعثم، لأنه كل سبب له خطة علاجية مناسبة له. فهي أسباب أنواع. طيب اليوم الأهالي هنن خلينا نقول الأساس في اكتشاف حالة طفلهم والتوجه للأخصائي أو الدكتور المختص بالحالة. الإشارات بتكون واضحة للأم أو لازم يكون عندها هي ثقافة عامة تعرف طفلي أنا اليوم؟ لأنه أحيانا بتقلك أنه مثل عمه ضل 5 سنين لحكى، مثل فلان بتلعثم، طالع لحدا من جده كان عنده تأتأة، هل هذا الشيء لازم نعممه يعني وخلاص؟ هلا دائما نحن وقت اللي حكينا على انواع اضطرابات الكلام، نحن في مسببات لاضطرابات الكلام، منا انه دور الاهل. هلا نحن اذا بدنا نحكي على مسببات اسباب اضطرابات الكلام، في عندنا نحن اول شيء العامل النفسي،
اذا بدنا نحكي عليه هو باكثر شيء بخص الجهاز العصبي وخاصه عند المصابين بالتأتأة. دائما وقت نحن بيجينا طفل عنده اضطراب تأتأة او شب بعمر كبير عنده اضطراب تأتأة، نحن له ثلاث اسباب اضطراب التأتأة، يلي هو يا اما تدفق افكار زائده، يا اما منشا نفسي، يا اما منشا عصبي. فدائما نحن بنقول المنشا السبب الاول يلي هو نفسي هو خاصه بالمصابين بالتأتأة. تمام. ثاني سبب بيكون عندنا عضوي تعليمي، ان الطفل الذي يتلقى منه المعلومه بيكون عنده مشكله بالنطق فبيقوم هو بقلده، مثل المعلمه وقت بيكون في عندها لدغات بالحروف الطفل بده يمتص منها، ما هو بشكل الطفل عفوي. صحيح. تماما. فهو الطفل بيقلد، هو بعمر معين هو الطفل ممتص لاي معلومه ممكن سلبا او ايجابا فهو بيقلد. اما الوراثه مثل ما ذكرتي حضرتك الاهل لهم كثير علاقه فيها. اول شيء اذا كان في عندنا احد الابوين لديه مشكله بالنطق الطفل بيمتص منهم كونهم هن البيئة الأولى يلي بينشأ منها الطفل، بعدين بيطلع على الروضة أو على المدرسة أو أحد الأخوة أو المعلمين مثل ما ذكرت يلي هو عم يتلقى منهم المعلومة. فالوراثة كتير إلى دور. دائما وقت بيتأخر طفل بالكلام بيقولوا عمه تأخر، أخوه تأخر، لا نحن كمان ما بدنا، ما لازم نعتمد اليوم، بجوز في عنده حالة الطفل. تماما. دائما يعني أنا بنصح الأهل وقت نحن بيكون عنا هاي المشكلة ما نسمع لرأي الآخرين، إنه ممكن يتحدث الطفل من تلقاء ذاته، استنوا عليه، انتظروا الانتظار، لا نحن كل ما كان التدخل مبكر كل ما كانت النتائج أفضل وأسرع. قبل ما نروح اليوم بعوامل التشخيص كيفية التشخيص، خلينا نحكي اليوم عن دور السوشيال ميديا اللي منتشر كتير، بدور كتير كبير بين أيدي الأطفال من الناحية الإيجابية والسلبية. طبعا مثل ما بنعرف وبتأكيد كتير من الاختصاصيين أنه بتأخر النطق والكلام كتير بيأثر السوشيال ميديا، لكن باضطرابات النطق والكلام هل كمان له تأثير؟ بالآونة الأخيرة كتير كثرت عنا الحالات يلي هي بتخص أطفال التوحد والداون، يلي هي بتخص الأطفال يلي صار في عندهم ADHD يلي هو اضطراب فرط نشاط تشتت انتباه. فدائما النصائح الموجهة الأولى للأهل، دائما وقت أنا بسأل عن المسببات، من أحد المسببات بسألهم أنه هو كان كتير يتعرض للشاشات مثلا، كان كتير أنه تحطيه لفترات طويلة على التلفزيون أو تحمليه موبايل، فكانت الجواب للأسف أي. فنحن يعني محور كامل عنا بالأطفال التوحد، أنه في عنا توحد شاشات كتير مؤثر، انه نحن نعرض طفلنا للسوشيال ميديا او لبرامج النت، انه نحن عم نحط له برامج مفيده، لا نحن ممكن نستبدلها بشغلات احسن. هلا نحن طلع عنا العاب ذكاء مثلا، بطاقات، صور، هدول كلياتهم ممكن نستغني عنهم. اما نحن نعرض الطفل للشاشه او للسوشيال ميديا هو هذا اكبر خطا. نحن كثير عم يساوي عنا اضطرابات وكثير عم يساوي عنا تاخر عقلي وذهني، يعني دائما الطفل بعمر المدرسه وقت عم يفوت على الصف الاول عم بيكون عمره العقلي مو مناسب لعمره الذهني، عم بيكون اصغر. ليش؟ لانه نحن دائما حاطين الطفل على الشاشه. تمام. فنحن بننصح انه وخصوصي بالسنوات الاولى من العمر عند الطفل، انه نحن يكون التواصل مع الطفل من خلال المحيط، من خلال البيئه، من خلال الشاشات افضل. اليوم هي القصه صارت شائعه للاسف، اليوم ما في ضبط بسبب ظروف العمل، ضغوط على الحياه، ولكن اليوم وقت بنقول اضطرابات النطق والكلام، اليوم نحن عمالنا عم نحكي عن درجه واحده عند كل الاطفال. اليوم من خلال تشخيص حضرتك بتعرفي انه اليوم في درجات مختلفه، شو اهم او اكثر درجه ممكن يصلها الطفل؟ طبعا. او انواع الدرجات هلا نحن هون اذا بدنا نفوت باطار العلاج لاضطرابات الكلام واضطرابات النطق، بما انه كنا نحن عم نحكي عن اضطرابات الكلام، اذا نحن بدنا نفوت بالاضطرابات الكلام، هلا هي بتفرق علاج اضطرابات الكلام عن اضطرابات النطق بانه اضطرابات الكلام نحن علاجها بيكون اكاديمي اكثر. كيف يعني؟ من خلال جلسات. هلا العلاج بيكون اول شيء نحن بنحدد سبب المشكله، بعدين نحن ممكن نتبع جلسات اكاديميه. احيانا الجلسات الاكاديميه هي بتميل لتعديل السلوك، احيانا نحن من بعد الطفل عن توتر، عن قلق، عن اي شيء عارض نفسي ممكن مؤثر عليه خلال عيلته. ممكن نحن كمان نعالج اضطراب الكلام من وضع خطه علاجيه مع الاهل او مع المعلمه او مع الاخصائي اللي موجود هو بالمركز مع الطفل، انه نحن تكون الحلقه كامله متكامله. فنحن بدنا نعالج اضطرابات الكلام
بالشيء الأكاديمي. هلا كتير حلو كمان إنه نحن وقت بنستخدم الشغلات البسيطة مع الطفل، مثل وقت نحن بنعلمه الحرف بس بصوت التنغيم مثلاً، أو من خلال غنية بسيطة، أو من خلال مثلاً كورال جماعي للأطفال. بيلقط أكثر بتحسي تمام. أو بحب أكثر الطريقة يعني. تماماً. فوقت بيكون في أطفال معه مثلاً مثل خلال كورال جماعي أو شيء، هو بيصير إنه بيستجيب أكثر، إنه أنا بدي أقلد الطفل السليم مثلاً اللي عنده نطق صحيح تمام. هي من خلال اضطرابات. اليوم إذا بدنا نروح على العوامل النفسية، قديش اليوم بيتأثروا الأهل وحتى الطفل وقت اللي بيكون عنده تأخر بالنطق؟ اليوم هو يمكن يسمع المحيط أو ممكن يتعرض لتنمر، أو حتى الأهل يمكن بيكونوا عم يحكوا أنه بيخافوا أنه ابنهم فعلا يضل هيك مشكلة النطق أو التأتأة عنده. قديش هدول الأمور بتأثر عليه، ممكن تأخر له مراحل العلاج؟ تماما. هلأ دائما الطفل يلي بيكون في عنده تأخر بالنطق ومشاكل بالنطق وتأخر بالكلام، دائما بنشوفه أنه هو ما عنده ثقة بنفسه. أحيانا يميل الى الانعزاليه، احيانا بيكون في عنده خجل انه بيجي لعنده ضيف على البيت او بيكون هو بالمدرسه شو اسمك بيسكت، انت باي صف ما بيجاوب، مع انه هو عنده القدره بس هو في عنده خجل. احيانا استهزاء الاخرين به تنمر، يعني لحاله مشكله، بيؤدي للعدوانيه مثلا عنده بالبيت او بالمدرسه. احيانا تدني المحصول العلمي عنده بالمدرسه، انه هو بيشعر بالفشل، بيشعر بالاحباط، انه هو بيكون موجود عنده المعلومه بس ما عم بيقدر يعبر عنها صح لانه نطقه ما له سليم، فما في عندي لغه انتاجيه تمام، ما في عندي لغه انتاجيه، في عندي لغه استيعابيه بس ما في لغه انتاجيه، ما في لغة توظيفية أو لغة تعبيرية، فهون بيشعر بالإحباط، فهون بيؤدي إلى تدني المحصول العلمي، هون بيصير ما عنده رغبة بالذهاب إلى المدرسة أو ما بده يداوم أو بيصير في عنده نفور بسبب المحيط. حتى العلاج بيصير صعب بهي المرحلة. تماماً. وهون كمان في شوي جهل من قبل الأهل، أنه دائماً عم بيصبروا على الحالة بس وقت تفوت المدرسة أحياناً في كتير مدارس ما عم بيستقبلوا الحالات يلي بيكون في عندهم مشاكل بالنطق، بيقولوا لك إنه نحن ليش نستقبل طفل عنده مشاكل بالنطق مشان يقلدوه مثلا رفقاته؟ بيتأثر اليوم الطفل تماما. بيأثر وبيتأثر بالمحيط يعني. فنحن الطفل لازم ننتبه له بعمر مبكر، بعمر السنتين لازم نحن ننتبه لما مخرج الحرف، يعني ممكن حروف نحن نسكت او نتغاضى عنها لعمر معين، بس بعمر المدرسه وقت بيجيني طفل او مريض عمره 7 سنين او 8 سنين بيصير العلاج تبعه طويل الامد اكثر وبصير النتائج قليلة كتير مضي. كونه ذكرتي دكتورة رحلة العلاج والنتائج له من خلال عملك ومجالك ومن خلال الحالات اللي حضرتك كنتي مشرفة على علاجها، نسبة الشفاء لوين ممكن تصل يعني، أو لوين وصلت من خلال تجربتك الشخصية؟ هلأ بداية بدي بس سلط الضوء أنه هو الاختصاص بيعالج جميع الفئات العمرية. هلأ نحن متعارف عليه أنه نحن بس عم ناخذ الفئات الأطفال، هلأ نحن كل فئة إلى نتيجة للتحصيل اللي نحن عم نوصل إله، أنه نحن قديش عم نوصل بنسبة النجاح. بس نحن إذا بدي سلط هيك شوية الضوء أنه نحن عم نعالج الأطفال يلي هنا بيكون في عندهم مشكلات بالنطق أو لدغات بالحروف أو مخارج الحروف، إضافة لأطفال التوحد، أطفال الداون، أطفال الشلل الدماغي. بس أنا أحياناً بيجيني شاب عمره 25-26 سنة هلأ اتذكر مثلاً أنه بده يعالج اللدغة اللي عنده مثلاً حرف الراء أو حرف السين هي مسببت له مشاكل نفسية. أحياناً بيكون بعمر كبير بعمر 60 أو 65 سنة بيكون في عندهم جلطات دماغية مأثرة على مناطق النطق بالدماغ. نحن عنا مثل ما بنعرف منطقة الفرنكية اللي هي مسؤولة عن اللغة والاستيعاب، وساحة البروكا، باحة البروكا اللي هي مسؤولة عن النطق والتواصل، فغالبا بهي الجلطات بتأثر مناطق النطق، باحة البروكا على النطق والتواصل الصح. فنحن كل فئة عمرية إلى نسبة نجاح ممكن نوصل إلى. أكيد التعامل مع الطفل الصغير وقت بتكون أعضاءه مرنة نحن ممكن نتحكم فيها بسهولة، غير وقت بيكون بعمر كبير وقت بيصير فيها عندها تصلب العضلة. تمام. مثل ما ذكرتي دكتورة، يعني اليوم الأهل لهم دور كبير بهذا الموضوع، بدنا نصائح أخيرة من حضرتك للأهل بهذا الموضوع. هلا أنا كتير بحب نوه إنه التواصل مع الأهل كتير عامل مهم، لأنه هن البيئة الحاضنة للطفل وهن البيئة الأولى للطفل، فدائما بقول الأهل وقت بيشكوا بالطفل إنه ما في عنده نطق وتواصل صحيح من السنوات الأولى فورا عرضوا على أخصائي تقويم كلام
تعامل لغة، وضع خطة علاجية مناسبة لعمره ومناسبة لحالته بحيث أنه نحن نأخذ أفضل نتيجة بأسرع وقت. تواصل الأهل مع الطفل منذ السنوات الأولى، أنه هو بعمر صغير نحن نتواصل معه، ما نعرضه للشاشات مثل ما ذكرنا، إثراء اللغة عنده، تقوية اللغة، المخزون اللغوي عنده، القراءة يمكن تماما، تقري للطفل ممكن يعمل له مخزون بذاكرته تماما. يعني دائما الأم بالبيت هي ما بياخذ من وقتها كثير وقت، مثلا بالطعميه مثلا للطفل بتقول له مثلا هي بندوره، هذا خيار، هي معلقه، هذا صحن، انا عم لبسك بنطلون، انا عم لبسك قميص، هي طاوله، هذا انت عم تزيدي المخزون اللغوي تبعه. فيما بعد وقت بيصير بينطق وبيحكي بيقدر هو قادر على فهم الكلمات وعلى تكوين الجمله، جمله ممكن من كلمتين بدايه. فالتواصل مع الاهل ويعني بعمر الصغير للطفل كتير مهم. كمان من النصائح الموجهة، بما أنه نحن بداية عام دراسي، أنه انتباه المعلمات للأطفال أثناء الصف أثناء الدراسة. أحياناً نحن وقت منشوف معلمة عنده طفل عنده صعوبة بالنطق أو مشاكل بالنطق، بتنبذه، بتقول أنه أنا ما عم بفهم عليه، ما بدي طالعه، ما بدي خليه يقرأ، بيصير في تنمر، في استهزاء، فنحن هون منزيد المشكلة سوء. فنحن هون التوجيه المباشر للمعلمة بأنه هي تقوم باستدعاء الأهل إلى المدرسة، توجيههم إلى أخصائي نطق ولغة، ووضع خطة مناسبة للعمر وللحالة. شكرا دكتورة ميساء لحضورك اليوم ولكل المعلومات يلي ذكرتيها. اليوم هذا الطفل هو نعمة من رب العالمين وأمانة عنا، وفي ناس كتير محرومة منه. وكنا بالفقرة السابقة عم نحكي عن الإسقاط، واليوم إنه كيف الأنثى هاد حلمها. فهذا الطفل شو ما كان وضعه، شو ما كانت حالته النفسية أو عنده مشكلة إعاقية، ما تخبوا بالعتمة. دائما اليوم العلم تطور كثير، واليوم صارت العلاجات جدا متاحة. بالصحة والسلامة لجميع أطفالنا، وشكرا دكتورة لحضورك اليوم. شكرا لك، شكرا لجهودك.